لا نقول أبداً أن البحرين دولة صغيرة، البحرين دولة تعمل يومياً أكبر من حجمها. البحرين حضارة، يعني البحرين وجدت من أكثر من 200 سنة، فهي بلد حضاري، بلد متقدم في جميع المجالات قبل كثير من دول المجلس. لما أتكلم عن التعليم في البحرين تجد أن التعليم تأسس في عام 1919، هي تعليم للذكور، تعليم المرأة بدأ عام 1929. الانتخابات في البحرين كانت بداياتها في العشرينيات أو الثلاثينيات. Bahrain has a long history of external trade and it had been the center of the British political presence in the Gulf for a long time, from which I think it may have acquired some administrative skills much more than further down the Gulf. So there was, one could say, almost no comparison between the two in terms of modernity. Bahrain was a long way ahead. Historically and geologically, the presence of natural water in Bahrain had meant that Bahrain was unique on the Arab side of the Gulf. Because it was on one of the trade routes, people were used to foreigners coming by, stopping by. So I think Bahrainis had developed their own understanding of the world, their own openness to the world, and this has obviously paid great dividends for their ability to relate to the world. Bahrain was and is very international, and the relations between the races, the different ethnic groups, I think, were good. So one aspect of Bahrain, which still pertains today, I'm sure, is that there's huge tolerance for other nations and other religions too. أنا ممنون للبحرينيين للضيافة وللصداقة، صداقة شخصية وصداقة بين المملكة المتحدة والمملكة البحرين دائمة. Bahrain, in my mind, has always been the place where the man behind the passport desk at the airport actually smiles at people who come into the country. And one of them once said to me, yes, but he, of course, had the picture of Sheikh Issa on the wall. And he said, yes, but he smiles. And that was very important. That set the tone. And I think in a way that no other country in the Middle East ever did, in my experience. And I eventually went to nearly all of them. شعب البحرين شعب كريم وخلوق ويتميز بالطيبة وبالترحاب وبالكرم. هذه من الصفات أيضا المهمة في الدبلوماسية. الدبلوماسية البحرينية تتميز بصفات رئيسية مهمة. البحرين دولة صديقة للجميع. في العمل الدبلوماسي يأتي من أشياء كلش بسيطة وصغيرة، وعقبها تنفتح الأبواب ويتدخل عاد المسؤولين على المستوى الأرفع ويدفعوا بالعلاقات إلى المستويات اللي يحبوها. الدبلوماسية البحرينية يعني نقدر نسميها دبلوماسية يعني وسطية، من ناحية أن هي دائما تعمل على الأفضل أو للأفضل لمملكة البحرين. الدبلوماسية البحرينية تميز بالعقلانية والرؤية البعيدة وسلميتها. هناك جندي يحمل السلاح وهو الأساس، وهناك جندي يتكلم ويدافع ويكشف مكامن القوة في أي نقطة ممكن يخدم بها بلده. Bahrain was never a protectorate or even less a colony. It was a country in treaty relations with Britain, British protected. In fact, Bahrain didn't take independence. If you like, it regained its independence.
وكان رئيس دائرة الخارجية عند إنشائها برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. من الموظفين اللي كنت شايفهم ذيك الساعة الفاوندرز للمينستري اوف فورين افيرز، الواقع كانوا فاوندرز الأساس فيهم الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الرجل الأمين النشيط السمح. كنا مجموعة من الشباب، من بينهم الأستاذ غازي القصيبي والشيخ عبد الرحمن فارس وعلي المحروس والدكتور سلمان الصفار، وكان أيضا أنا ذاك الأستاذ حمد العامر. في 70 تغيرت التسمية وأصبحت بدل دائرة الخارجية المكتب السياسي إلى دائرة الخارجية، ثم أصبحت وزارة الخارجية، وانتقلت بعد ذلك إلى المبنى اللي هو اليوم قريب جدا من مكتب سمو رئيس الوزراء ومبنى وزارة الخارجية الحالي. فكان لابد من التحرك الدبلوماسي والسياسي، وقام به المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة، صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة، ومعهم كان سمو الشيخ محمد مبارك الخليفة وزير الخارجية. قاموا بزيارات للدول الكبرى. طبعا أنا كنت طفل يافع في ذاك الوقت، وكنت أتابع الأمور السياسية، وكنا ندري ونسمع يوميا عن خطر كان يهدد مملكة البحرين اللي هو المطالبات الإيرانية. It was of the utmost importance that the question of Bahrain be solved. والحمد لله القيادة الإيرانية آنذاك في الشاه محمد رضا بهلوي كان لديها تعقل في التعامل مع الموضوع، وكانت دولة آنذاك تطمح إلى استقرار المنطقة وتنميتها وازدهارها، لأن في مصلحة الجميع، ولم تكن تطمح للهيمنة على المنطقة بأي شكل من الأشكال، رغم أنهم كانوا تهديد كبير، كانوا يبنون أكبر ثالث أكبر جيش في العالم. It was my government's wish that the solution of the question should be one acceptable to the inhabitants of Bahrain and not contrary to their wishes. جاء المبعوث الدولي فيتوريو وانسبيرا جيوتاري، مبعوث أوثانت الأمين العام المتحدة، ومعه عدد من الدبلوماسيين، وأمضى فترة تقريبا 5 إلى 6 أسابيع لم يكن استفتاء بمعنى الكلمة، بل كان استطلاع رأي، ascertaining the views لشعب البحرين. بعدين كتب تقرير مهم وأمين أن الأغلبية ساحقة للشعب البحرين تريد أن تكون دولة عربية مستقلة، وأن الحاكم الشرعي لها هو كان الشيخ عيسى بن سلمان. I have the honor on this august occasion to extend the heartfelt thanks of the government and the people of Bahrain to all members of the Security Council who have approved the application of the state of Bahrain for admission to the United Nations and unanimously recommended to the General Assembly by resolution 296/1971 that Bahrain to be admitted to membership at the UN. ووجه حضرة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها المعظم الكلمة التالية إلى شعبه الكريم: شعبنا العزيز، إنها لمناسبة وطنية غالية أن نتوجه إليكم بالحديث في هذا اليوم الأغر بعد أن اجتازت قضيتنا أهم مراحلها ووصلت إلى الغاية المرجوة التي توخيناها وعملنا جميعاً من أجلها جاهدين، ألا وهي تأكيد عروبة البحرين. Thank you.
لما الواحد يصير سفير معناته مسؤولية كبيرة، لأن أنت تمثل جلالة الملك، تمثل وطنك، تمثل شعبك، فأنت الواجهة أمام الناس الآخرين. أنا كنت كالعادة في مكتبي، فجاءني أخي صادق بحارنا وأخبرني برغبة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في اختياري أن أكون أول سفير للبحرين في الخارج. حاولت أن أقرأ بعض الكتب عن الدبلوماسية في الفترة التي سبقت وصولي إلى مصر، أيضا الأتيكيت والواجبات السفير، بس التحديات كبيرة. أولا من الصفر لابد أن أنشئ سفارة. It was a feeling, I think, of excitement. My first ambassadorial post. I had a very happy time in Bahrain. Of course, the then ruler, the late Sheikh Isa, was a wonderful man for the foreigners as for his own people. He wanted to be friendly with everybody. So access to the upper echelons of the Bahraini society was easy. The foreign minister, Mohammed Mubarak, was a wonderful man, a true gentleman of a foreign minister. And then at all levels, one could be friends. خلال الفترة هذه لما آي دائما أزور شيوخ في القصر ويسألون عني ويقولون لهذه فلان فلان ويقربني يمه الله يغفر له ويرحمه الشيخ عيسى. فأنا في دبي ياني علي بن يوسف فخرو قال لي شيوخ يبونك هاي سنة 71، فلابد أن نكون جهاز دولة كامل وهم يحتاجونك في وزارة الخارجية. كنت اقتصادي، كنت أشتغل في وزارة المالية، يعني هاي كبداية عملي. أنا ما كنت دبلوماسي بتاتاً، وإنما يعني كانت كلها محض الصدفة. So I was drawn to a service life. Then at school I was above average for languages, so I sort of drifted in the direction of the diplomatic service and was never dissuaded from it. بالنسبة لأسباب التحاقي في بالعمل الدبلوماسي، كانت عندي رغبة من أنا صغير بأن أكون قريب جداً من متخذ القرار. The ambassador's job developed in a way for which there was no training course. So I was learning as I went along. I didn't particularly have an ambition to be a diplomat in a way that just happened, but it suited my background and education very well. أنا روبن لام، أنا السفير السابق البريطاني لدى مملكة البحرين. أنا نزلت أول مرة نزلت في البحرين، أنا كنت الثامن من عمري. وكان والدي دبلوماسي برضو، ولذلك أنا كنت أزور البحرين في الخمسينات وأوائل الستينات. ولما رجعت إلى البحرين بصفة السفير أنا كنت مبسوط جدا جدا. والله على الصعيد الإقليمي هنا احنا البحرين عضو فاعل في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن المؤسسين طبعا بدون شك. البحرين عضو فاعل في جامعة الدول العربية وصوتها مسموع وتقوم بعملها على أكمل وجه، ورغم ما نراه في أن قد تكون بعض هذه الجهات تتطلب عمل أكثر إلا أن نحن نقوم بعملنا. منظمة التعاون الإسلامي، منظمة الأمم المتحدة، فكل المراحل وكل الطبقات هذه من ناحية العمل إن كان محلي إقليمي المنطقة الأوسع والمجال الدولي، البحرين دائما عضو فاعل. لكن هناك أهم أولويات لدى مملكة البحرين. يعني أولا نبدأ كيف
انضمت البحرين الجامعة العربية. كان عبد الخالق حسونة هو الأمين العام، فأنا زرته وقدمت له طلب البحرين بالانضمام. ضمت البحرين إلى جامعة الدول العربية 9 نوفمبر 1971، والبحرين تشارك بثقل كبير في الجامعة العربية وبأعلى المستوى. يعني طبعاً كما تعلمين مستوى الاجتماعات من مندوبين دائمين اللي هم السفراء مثل المندوبين الدائمين ومجلس الوزاري وزراء الخارجية العرب والقمة العربية التي تعقد سنوياً. فمجلس الوزاري ينعقد أكثر من مرة في السنة حسب الظروف التي تتطلبها، ولذلك فإن البحرين لم تتأخر عن أي اجتماع على أي مستوى، والحمد لله كان لها دور كبير ومؤثر في مجمل القضايا التي تثار في الجامعة العربية. وكنت مسؤول من أول أيام عن جامعة الدول العربية في الوزارة من ضمن قسم الشؤون العربية، لم تكن إدارة، كانت الإدارة هي الإدارة السياسية. هناك تعاون كبير ما بين مملكة البحرين وجامعة الدول العربية في جميع المجالات، المجالات الثقافية والمجالات التربوية والمجالات الاجتماعية كذلك. خرج وإحنا كوزارة الخارجية كدبلوماسيين فإحنا نخدم العلم ونخدم القيادة ونخدم الوطن في الخارج. الأولوية الأولى لمملكة البحرين هو المحافظة على الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الخليج العربي وفي منطقة العالم العربي والجوار. أهمية البحرين بالنسبة للخليج من أقدم العصور كانت مهمة بالنسبة للدول مجلس التعاون المحيطة فيها. البحرين هي حقيقة يعني كانت مثل ما يقولون النور اللي أشع الحضارة في دول الخليج كلها. فلما جاء مجلس التعاون فطبعا البحرين أصبحت جزء من هذا المجلس. مع تغير الظروف، مع تغير هي تغيرت الظروف مادية، ولكن تبقى الحضارة والثقافة هي أسس المجتمع، هي الأسس التي تبنى عليها الشعوب. صاحب الفكرة هو صاحب السمو المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة، سمو الشيخ محمد بن مبارك وزير الخارجية آنذاك سافر إلى الرياض وشاف الملك فهد واجتمع وياه وقال له حسب ما فهمت الملك فهد إن عليك أن إحنا الفكرة يعني نراها فكرة ممتازة وجيدة، لكن شايك تتشاور مع الكويت. سمو الشيخ محمد مبارك توجه إلى الكويت واجتمع هناك مع الشيخ صباح الأحمد والأمير الحالي سمو الشيخ جابر الأحمد. فهناك تم الاتفاق المبدئي على مجلس التعاون. والأكثر من 200 عام بأن جزر حوار هي جزء لا يتجزأ من وطنه وأرضه. بعد ما اشتغلت لفترة من الزمن على موضوع الخلاف الحدودي، وكانت فترة مهمة جداً. مرحلة الخلاف الحدودي يعني تعلمنا منها الكثير، لأن كنا نعمل مع أشخاص قانونيين على مستوى دولي. القانونيين لا يتكلمون بكلام حشو أو ليس له معنى، يتكلمون بتحديد وبدقة. ففي تلك اللحظة ما بين روحاتنا إلى لاهاي ورجوعنا وبعدين في المرافعات الشفهية لفترة شهر ونص، كنا حقيقة نحس أن احنا الجنود ندافع عن الوطن تحت أمرة جلالة الملك. فهذه فترة كانت مهمة. اللي يخلي البحرين حقيقة يعني مثل ما يقولون رائدة في مجال يعني احترام المواثيق المتحدة ومبادئها
يعني قيامها أو توجهها نحو إيجاد حلول سلمية. كان هو أن ننضم طبعا كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. في 95 بدأنا العمل مع البعثة والتحرك للحصول على أكبر عدد ممكن من التأييدات لترشيح مملكة البحرين في مجلس الأمن، وهذه طبعا أول مرة البحرين تترشح لعضوية مجلس الأمن. وطبعا كان العمل كبير، خصوصا أن التحضيرات لمجلس الأمن تحتاج إلى إقناع الدول، بقية الدول، في أحقية الدول الصغيرة مثل مملكة البحرين في الانضمام إلى مجلس الأمن. والحمد لله سمعة البحرين سهلت عملية الحصول على الدعم اللازم لترشيح مملكة البحرين لعضوية مجلس الأمن. فترة سنتين عضوية مجلس الأمن في سنة 1998 و 1999 كانت من أهم الفترات التي عملت فيها البحرين في الأمم المتحدة. يوم سعيد بالنسبة لنا جميعا، كان يوم تاريخي حتى أنا بالنسبة لي كمندوب دائم، إن نحصل على هذا المنصب طبعا بلا شك فخر لنا جميعا. حصلنا على التأييد من كافة الدول الأعضاء، لم تعترض أي دولة في الأمم المتحدة من مجموع 193 على هذا الترشيح، بالعكس حصلنا إجماع كامل على ترشيح سعادة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة. كأول مرشحة عربية لرئاسة الجمعية العامة في عام طبعاً 2006. يعني أول مرة كان طبعاً رهبة كبيرة، يعني أنا أحس إن أنا كنت أتكلم البحرين. السيد الأمين العام، سعادة المندوبين المحترمين، حضرات السيدات والسادة، إنه لشرف وسعادة لي أن أترأس الدورة 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأشكركم جميعاً على ما أبديتموه تجاهي من ثقة ودعم. وتقولين يعني دائماً كانوا يقولون لنا الواحد الصادق الكلام يروح حق قلوب الناس إذا هو يقول بصدق. هذا التفاوت ينبغي أن نجد له حلولاً حتى يصبح بإمكان الجميع نساءً ورجالاً التمتع بالفرص نفسها والحقوق نفسها والمسؤوليات نفسها في كل مناحي الحياة. قريت كلمتين وأنا كنت سعيدة بالانتصار، يعني بالانتصار للمرأة البحرينية، انتصار لكل جهودنا اللي سويناها، لكل المصاعب اللي وقفت في طريقنا. يتوجب علينا نحن الدول الأعضاء أن نمد هذه المنظمة بالحيوية اللازمة ونفعل دورها بغية أن تظل كما كانت دائماً راية أمل بالسلام والازدهار والنظام لكل الشعوب في العالم. وشكراً. يعني قمنا بعمل جبار في البداية، حوائط يعني كسرناها من أجل أن احنا نمشي ونوصل، وما يكون كوننا امرأة يوقف هذا الشيء. هذه يعني احنا إنسان قبل نكون امرأة أو رجل. كلمة دبلوماسي أن أنت تجيبين الأفكار اللي موجودة والأهداف
تحاولين تحققينها يعني بطريقة إقناع أخلاقي. الحمد لله يعني إن يعني حققنا أشياء لا بأس بها يعني، وأنا حقيقة يعني فخور بالأشياء اللي عملناها. طبعا هي كلها كانت توجيهات القيادة ومعالي وزير الخارجية. والله السفراء مملكة البحرين حقيقة يعكسون توجيهات قيادتهم، توجيهات جلالة الملك حفظه الله، وتوجيهات أصحاب السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، كانوا يعكسونها بشكل دائم. وهاي توجيهات فيها سياسة وفيها احترام وفيها التزام بمواثيقنا وبعهودنا وفيها تمسك بالمبادئ حسن الجوار ومبادئ العلاقات الطيبة ما بين دول العالم حسب المعاهدات، وقبل المعاهدات أيضا حسب أخلاق وسنع أهل البحرين. هذه الحقيقة يعني يجعل السفير البحريني دائما متميز، لكن أيضا يضع عليه التزامات كثيرة ويوجد له تحديات أنه يكون دائما يتطور ويحسن من وضعه. هناك من تطور ووصل إلى درجة يعني كسب فيها احترام كثير في العالم، وهذا شيء نفخر به، والباب مفتوح للجميع. هذا الكلام أيضا يوجه للأجيال القادمة ويسهل الأجيال القادمة أن يتعلمون منهم. فدائما السفير البحريني كان ينظر له بعين التقدير والاحترام. أتمنى أن تكون الدبلوماسية البحرينية أثرها ليس فقط في المجال العربي بل أيضا في المجال العالمي، وقادتنا يعني حريون بأن يرفعوا رأس البحرين عاليا بين الأمم. هناك سفارات افتتحناها في على طول العقود وزارة الخارجية، وهناك سفارات بإذن الله ستفتتح الآن. هو المهم ما هو العمل الذي ستقوم بهذه السفارات، يكون عمل جد يدعم سياسة مملكة البحرين وعلاقات مملكة البحرين الخارجية، ومعها الأجيال اللي الآن قاعدة تنضم لنا إلى وزارة الخارجية من شباب واعد متعلم مثقف، ومع تقوية أدائهم اللي قاعدين يحصلونه في المعهد الدبلوماسي، احنا متفائلين أن سيكون لنا كوادر طيبة ممتازة ويكونون خير من يمثلون البحرين ويمكنوننا من احنا نفتح سفارات عليها. حقيقة أنا أرى المعهد الدبلوماسي أنه من أهم الأمور اللي إن لم يكن أهم أمر لدينا اليوم في وزارة الخارجية. السياسة اللي وجهنا فيها جلالة الملك حفظه الله واضحة، وأنا أعتقد التعليم دائما نقول هو الأساس في عملية أي نمو. لكي تستفيد من تجربة مملكة البحرين في مجالات كثيرة، والعمل الدبلوماسي هو عمل يمثل البحرين في الخارج، ولكن هو أيضا يعكس نشاط أي دولة في البحرين وما يمكن أن تستفيد منه مملكة البحرين من تقدم وتطور. It's a privilege and responsibility, and somebody who's interested and asks questions is going to do very well. But you need to understand where you are, what's going on, what's around you. So ask questions, see the best way forward that you can. الدبلوماسي الناجح يجب أن يركز على ثقافته وقدراته في فهم الأمور اللي يعمل فيها. يعني أنا أعتقد النصائح اللي أنا أوجهها يجب أن هم يعني يعنون بالتراث، تاريخ البحرين يعني مثلا. أنا أقول حق أي واحدة عندها فكرة وعندها طموح إن هي تواصل طموحها. يعني زين الإنسان يكون قوي، يكون واثق من نفسه، يكون يمشي يسمع الكلام ويمشي ما يهمه إلا الفكرة اللي في مخه. دبلوماسيين البحرين أقول لهم افخروا ببلدكم وارفعوا بلدكم دائما في العالي. وهذه اللي البحرين احنا علمتنا، وهذه اللي أهلنا من التواضع، ولازم نواصل على هذا التواضع. فمعناته انه يقرأ كثير، انه يتعلم لغات، وان ان يكون متواضع، لان التواضع هو اصلا اساس النجاح. الحمد لله نحن فينا صفات
تضعنا في مصاف عالية في العالم. فقط ابرزوها وسيكون لكم دور كبير، وستؤكدون على هذا الاحترام المبني والراسخ لبلدكم ولقيادتكم ولشعبكم على مر العقود.